لو الحكاية فيها إن فيجو تاخد أي إجراء اقتصادي إلا ومعاك إجراء اجتماعي، وده من الأول بنقول وعملنا كده. لازم وإحنا بناخد أي إجراء اقتصادي يبقى فيه إجراءات اجتماعية متعددة بتخاطب كل الفئات. يعني السنة اللي فاتت لما كده نفتكر اتعمل الحد الأدنى للأجور اترفع، زادت المعاشات على مرتين، تم صياغة البرنامجين اللي دخلوا في حيز النفاذ مؤخرا بتوع تكافل وكرامة، زودنا عدد الناس المستفيدين من المعاش الضمان الاجتماعي، خاطبنا كل فئة بشكل مختلف، يعني حاولنا نوصل لكل الناس واحنا بنعمل الإجراء الاقتصادي أو الإجراء الاقتصادية اللي عملناها. ده مبدأ، والمبدأ اللي بنقوله هو المبدأ اللي بنعمله. يعني إذا ما مش هنعمل ما بنقولش. طيب مبدأ تاني عكسي، يعني إن لو احتاجنا أي إجراء اجتماعي لازم يصاحبه إجراء اقتصادي عشان يموله، وإلا نبقى بناكل في اللحم الحي بالبلدي كده. يبقى احنا قاعدين بناكل في إمكانيات الاقتصاد بتاعنا. يعني لما نقول إن احنا مثلا عاوزين نزود عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، يبقى إذا هنجيب الفلوس دي منين؟ لازم نجيبها من حتة، والحتة دي ما تبقاش استدانة، مش بتسلف، تمام؟ فإحنا بنخاطب الناس هنا في خطوط عريضة، ما دخلناش في التفاصيل، لكن عشان أطمن حضرتك أكتر وأطمن المهتمين بهذا الموضوع، إحنا مش بس مجرد إن إحنا بنبدأ نعمل عملية التحليل للفصل قد إيه من الموازنة بتاعتنا فعلا بتفيد المرأة، إذا كانت مرأة معيلة أو إذا كانت طالبة أو إذا كانت المرأة العاملة أو ربة البيت، مش بس كده، لا ده إحنا بقى كمان ارتقينا خطوة لقدام. ويمكن السيد هشام أبو زكا مسؤول البنك الدولي في القاهرة أشار لحاجة، أقول لك هدفها إيه؟ بنتكلم إن إحنا عايزين ننتقل إلى موازنة البرامج كخطوة أولى، وبعدين لما نقدر عندنا الكيان ده والمنظومه دي مكتمله نقول البرامج والاداء كويس. فلما لقينا ان في جزء كبير من الانفاق رايح للصحه والتعليم عشان اوصل ل 10% من الداتا اللي بتجيبها من الداتا القادمه 16 17، عارفين الفلوس قد ايه؟ يعني مطلوب في 14 15 و15 16 و16 17 نصرف حاجة بتاعة 130-140 مليار جنيه زيادة عن المصروف تقريبا، يعني طبعا حسب الناتج طلع نزل الرقم ده يختلف شوية. معنى كده ان لازم الفلوس اللي هتتصرف دي نتأكد انها فعلا رايحة تفيد الناس. الكلام اللي كنت بقوله شوية، لازم الراجل اللي قاعد في ابعد ناجع ما يبقاش بعيد، هو بعيد في المسافة بس مش بعيد في التنمية. اللي قاعد في افقر قريه ما يستناش كده، اللي ما عندوش اللي عنده المستشفى مبنى وده شفناه كتير وما فيهوش اجهزه وما فيهوش اطباء ومبنى بتتساب هيكل كده فارغ، لا يتجهز ويبدا يفتح ابواب ويقدم خدمات ويستفيد بثروه من هذه الموارد، جيد جدا. لكن ايضا بيعيد تقديم جزء من الثروه اللي حققها تاني تدخل لصالح المواطن البسيط اللي هو الدوله لازم تراعيه. هي دي الفكره كلها، ما هياش معقده، فكره بسيطه بتحمل عبء على صاحب الدخل الاعلى، بتحاول تمرر هذا هذه الموارد بقى بالتدريج انها توصل للاقل دخلا الاقل حظا في التنميه، وتبدا تشعرها في كلمات تهمني ممكن يشعرها في مصر. اتحسنت مثلا نوعية العربيات اللي بيركبها، اتحسنت المدرسة بتاعتها، اتحسن المستوصف اللي جنبه، بس ده مش هيحصل كله في لحظة واحدة. يعني ممكن أنا وجاري أبقى أنا بستعمل حق في المواصلات العامة اتغيرت العربيات بتاعته، وجاري اللي ساكن جنبي بيستعمل خط تاني لسه العربية ما اتغيرتش. بس هي اللي هتقول. فإذا احنا بنمشي خطوة خطوة، مفيش حاجة هنصحى الصبح نلاقي الدنيا اتقلبت مرة واحدة، وإن مثلا في حالة المواصلات كلها
اتحسنت فجأة، لكن ده بيحصل بشكل متدرج. احنا هنفضل نحسن في اساليب التواصل. البيان ده بنعتبره طريقة جديدة، أعطاء النافذة الجديدة للتواصل مع المجتمع، هو في النهاية بتاعته المجتمع يقول لنا من صفحة الفيسبوك إيه اللي ننقصه، يحب يشوف إيه، ناخد تعليقات، هو الموازنة في صورة مبسطة، والسياسات بمعنى أيضاً آخر السياسات المالية في الجوانب الخدمية اللي هتبقى بتعملها الدولة في صورة مبسطة للغاية. بشكركم وبفتح المجال لأي أسئلة، ولكم جزيل الشكر.